يونت 7 at the chemistis يعني في الصيدلية at the chemistis في الصيدلية، فنبقى عارفين ان chemistis معناها صيدلية وبيجي قبلها at the chemistis. يلا ناخد الكلمات. Repeat after me. Chemistis. 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 How much? How much? How much? How much? Each. 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 Forget. 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 A lot. A lot. A lot. A lot. Pound. 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 Cheap. 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 Change. 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 كمل الفوكابلري. Aisle. Aisle. ممر يعني ايه؟ Aisle. How many? How many? How many? How many? Cherry. 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 Doll. 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 Candy. Candy. Train. Train. Leg. Leg. Cereal. Cereal. The verb is help. 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 Take. Take. طبعا expressions اللي تحت بنحفظها برضو. واو تقال عند الدهشة أو تعجب، لما نكون مندهشين من حاجة أو متعجبين بنقول إيه؟ واو. طب عايزين نقول الله ده رخيصة قوي نقول إيه؟ That's cheap. هذا رخيص يعني إيه؟ That's cheap. طب أنت بتسأل على تمن حاجة فبقولك ده بجنيه بواحد بس لكل واحد، ها؟ One pound each. ما نيجي نطلب حاجة من حد ما نروحش نطلبها على طول كده، لازم نستأذن أول ونقول إيه؟ Excuse me. لازم الأول نقول Excuse me معذرة وبعد كده نقول السؤال بتاعنا. الصيحة اللي هي بتقال لما بنيجي ننادي على حد مثلا او نلفت انتباهه، هاي لا تنسى باقي النقود. Don't forget your change. Don't هنا معناها لا، الجملة هنا نيجاتيف في النفي، Don't بيجي بعدها الانفينيتيف يا جماعة، الفعل فين؟ في المصدر. يعني ما ينفعش اقول Don't forgetting ولا Don't forgot ولا Don't forgets، لا Don't forget بس، forget الفعل في المصدر بدون اي اضافات، تمام؟ أوبس واللي بعدها thanks a lot لما نيجي نشكر حد، وشور يعني بالتأكيد، can you help me يعني هل يمكنك أن تساعدني. طيب أي conversations أو أي محادثة بناخدها لازم نبدأ بيها وناخد الكاركترز الأول أو الشخصيات اللي معانا. من الشخصيات اللي هيبقوا معانا a boy and an assistant والبائعة اللي موجودة في الصيدلية. التوبك الموضوع عن إيه؟ بيقولي a boy wants to buy some batteries، كان ولد كان عاوز يشتري بعض الإيه؟ البطاريات. He is asking his assistant، كان بيطلب من البائعة how much they are، بيطلب منها وعايز يعرف إيه؟ تمنهم قد إيه؟ فبيقول لها إيه تحت؟ a boy بيقول how much are these؟ How much are these؟ يعني how much are these؟ يعني ما ثمن هذه الأشياء؟ ما ثمن هذه الأشياء؟ هردت عليه وقالت له They are one pound each. They are one pound each يعني الواحد بجنيه. مش قصدها ان كلهم بجنيه، لا الواحدة بس بجنيه. طب انا ايش عرفت ان هي مش قصدها على كلهم عشان قالت كلمة ايه في الاخر؟ each. each دي معناها ايه؟ لكل واحد. يبقى نفهم من هنا حاجة ان how much معناها ايه يا جماعة؟ كم ثمن. كم ثمن. لما نيجي نسأل على ثمن حاجة ونروح نشتري حاجة بنقول how much يعني ما ثمن هذه الاشياء. طيب how much معناها كم ثمن، بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها لا اما is لا اما بيجي بعدها ايه؟ are. طب انا هحط بعدها is ولا are يا مس؟ على حسب الحاجه اللي هتشتريها. لو انت بتشتري حاجات كتير او عايز تطلب ثمن حاجه كتير حاجات كتير يبقى how much are. لكن لو بتسال على ثمن حاجه مفرد يبقى how much is. يعني انا مثلا عايز اشتري القلم ده، هروح للبائع اقول له ايه؟ how much is this. ليه؟ اصل القلم ده ايه؟ مفرد. لكن لو انا عايز اسال مثلا على الكتب كلها، عايز اقول له الكتب دي بكام، انت جايب مجموعه من الكتب مثلا للمواد كلها، هقول له how much is this ولا how much are these. are these. ليه are؟ عشان انا بسال على ثمن ايه؟ حاجات كتير. يبقى لما بتيجي تسال عن price السعر بتسال بطريقتين، لا اما how much is لا اما how much are. طيب اما اجي اجاوب يا مس هجاوب ازاي؟ how much is هجاوب اقول تحت its، يعني انا القلم ده ب 2 جنيه مثلا يبقى its 2 pounds ب 2 جنيه. ليه قلت its هنا؟ عشان هو ايه؟ مفرد. لكن لو الكتب كلها هقول its ولا اقول they are؟ they are. يبقى how much is بيجي بعدها مفرد وبجاوب عليها ب its واقول الثمن. اما how much are بتسال على حاجه جمع او ثمن حاجات كتير جمع بجاوب عليها ب they are، بجاوب عليها بايه؟ they are. طيب نرجع تاني، a boy بيقول how much are these يعني ما ثمن هذه الاشياء. الاسيستنت قالت له they are one pound each يعني بجنيه لكل واحده، الواحده بجنيه. الولد قال لها واو، طبعا اتفاجئ بالسعر رخيصة، فقال لها واو that's cheap. يعني ايه that's cheap؟ انها رخيصة. I'll take three
اللي هي ابوستروف ال ال دي معناها ايه يا جماعه؟ سوف، اللي هي ويل دبليو اي ال ال، بس الاختصار بتاعها ابوستروف ال ال. بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها الانفينيتيف، الفعل في المصدر. ما قالش اي تيكينج، ما قالش اي تيكس، ما قالش توك، ما قالش اي حاجه غير الانفينيتيف، الفعل في المصدر. يبقى ويل بيجي بعدها الايه يا جماعه؟ الانفينيتيف، الفعل في المصدر. اي تيكس 3 هاخد ايه؟ 3. فالاسيستنت قالت له اوكي ذاتس 3 باوندز، خلاص كده يبقوا كام؟ 3. يبقى 3 جنيه. فقام الاسيستنت طبعا هو خد البطاريات ودفع الفلوس وقام ايه؟ وقام ماشي. فقام قايل لها، متقايله له هاي دونت فورجيت يور تشينج. يعني ايه دونت فورجيت يور تشينج؟ لا تنسى باقي النقود. قال لها اوبس، طبعا اوبس هنا بقولها لما ايه؟ لما اعمل غلط حاجه بس تبقى غلط بسيط يعني، بقول اوبس ثانكس ا لوت. ثانكس ا لوت يعني ايه؟ شكرا جزيلا. يبقى دي اول كونفرزيشن، دي اول محادثه معانا. طبعا الثانيه كمان تعتبر معانا هنذاكرها، اللي هي اللي بعدها دي. المحادثه اللي بعدها ها بيقول ايه؟ اكسكيوز مي. طبعا لما بنيجي نسال اي حد او نطلب من حد اي حاجه لازم نقول له في الاخر ايه؟ اكسكيوز مي. ده من الادب يعني. اكسكيوز مي كان يو هيلب مي؟ يعني ايه كان؟ كان هنا معناه ايه؟ هل. عشان كده هجاوب بايه؟ ايوه او لا. يعني انا لو اما هقول له ايوه انا هساعدك، او هقول له لا مش هساعدك. كان يو هيلب مي، ممكن تساعدني؟ طبعا هي متاكده ان هي هتساعده، فقالت له ايه؟ شور. فرجع سالها قال لها وير از ذا كاندي؟ يعني ايه وير از ذا كاندي؟ اين الحلوى. وير هنا معناها ايه؟ اين. بيجي بعدها ايه؟ بيجي برده بعدها از وار يا جماعه. يعني انا لو بسال على مكان حاجه مفرد هقول وير از، بسال على مكان حاجات كتير يبقى وير ار. تمام. هنا بتسأل على الكاندي اللي هي الحلوى مفرد، يبقى وير از ذا كاندي؟ اين الحلوى؟ قالت سو ايه بقى؟ اتس ان ايل 1. يعني ايه اتس ان ايل 1؟ انها في الممر الاول. انها في الممر الاول. تمام. ده اول درس عندنا. يلا ناخد الليسن 2 الكلمات بتاعته. طبعا احنا كنا حلينا الهوم ورك اللي عليه. تمام. احنا بنعمل ريفيجن دلوقتي على ليسن 1 ليسن 2 عشان نخش على الجرامر النهارده. يلا ريبيت افتر مي. ماني 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 ماني. صوب 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 صوب. شامبو 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 شامبو. ميك اب ميك اب ميك اب ميك اب ميك اب ميك اب. بيرفيوم 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 بيرفيوم. ميديسين 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 ميديسين. توث بيست توث بيست توث بيست توث بيست توث بيست توث بيست. سان سكرين سان سكرين سان سكرين سان سكرين. يبقى نقود يعني ايه؟ ماني ماني. نقود يعني ايه؟ ماني. صابون يعني ايه؟ صو. نقود يعني ايه؟ صو. سوري صابون يعني ايه؟ صو. شامبو يعني؟ شامبو. شامبو يعني ايه؟ شامبو. امال مصحيك التجميل او المكياج؟ ميك اب ميك اب. البرفان يعني ايه؟ بيرفيوم. البرفان يعني ايه؟ بيرفيوم. الدواء يعني ايه؟ ميديسين ميديسين. معجون الاسنان توث بيست. معجون الاسنان توث بيست. الكريم واقي من اشعه الشمس شامبو sun screen. طيب repeat after me. mom mom. hurt hair. hurry hurry. miss miss. late late. لما بنيجي نسال عن الوقت بنقول ايه؟ what time is it? what time is it? وبنجاوب نقول it's الاول وبعد كده نقول الساعه كام. يعني لو الساعه 7 يبقى it's 7 o'clock. الساعه 2 ونص it's 2:30. يعني 2 وايه ونص. يبقى بنيجي نسال عن الوقت بنقول what time is it. طيب لما نيجي نعبر عن حاجه احنا متضايقين منها او متضايقين هنقول ايه؟ او oh, نو no. بنقول ايه؟ او نو. واتس ا ميس يعني يا لها من ايه؟ من فوضى. يعني العلم كركبين الدنيا خالص او في بهدله قدامنا نقول ايه؟ واتس ا ميس. واتس ا ميس يعني يا لها من فوضى. لما بنيجي نشاور على حاجه مفرد وقريبه مني بنقول ذس از، ولو مفرد وبعيده عني ذات از ذات از. طب لو انا ضربتك ضربه خفيفه كده وعشان ما ذاكرتش هتقول لي اوتش، تقول لي ايه؟ اوتش. تمام. طيب يلا ناخد الجرامر. هنبدا مع بعض اول جرامر في يونت 7. اول جرامر هناخده في منهج الترم الثاني في يونت ايه يا جماعه؟ 7. يونت 7 بيتكلم على ايه؟ اول جرامر عندنا بيتكلم على verb to have. verb to have اللي هو فعل have اللي هو معناه يمتلك او لدي. معناه ايه؟ يمتلك او لدي. have وهاز. ده الشكلين اللي هناخدهم هاف وهاز. الاثنين دول مع دول اسمهم فيرب تو هاف. فيرب ايه؟ تو هاف. طب انا يا مس عارفه معناهم ان هم معناهم يمتلك او لدي ومعناهم يتناول على فكره. طب امتى استخدم هاف وامتى استخدم هاز؟ ركزوا بقى معايا. السبجكت اللي قدامي او الفعل اللي قدامي لو اي او وي او يو او زي هيجي معاهم هاف. تمام معايا؟
ولو عندي هي شي ات هيجي معاهم هاز. يبقى عندنا هاف وهاز دول الشكلين اللي قدامنا اللي هو فيرب تو هاف. هاف وهاز. هاف بتيجي مع اي وي ويو وزي، وهاز مع هي وشي وات. مش هي وشي وات بس، لا سنجولر ناون كمان او الاسم المفرد. يعني انا ممكن يجي لي اسم زي منى، ساعتها برضو منى تاخد هاز. طيب وهنا برضو بالرون ناونز او الاسم الجمع ذا بويز مثلا ذا جيرلز بياخدوا هاف. يبقى هاف مع الجمع وهاز مع الايه؟ مع المفرد. هاف مع الجمع وهاز مع الايه؟ مع المفرد. لحد كده تمام؟ طيب افرض يا مس انا عاوزه انفي في النيجاتيف بقى، عايزه انفي، انفي ازاي؟ اي وي ويو وزي لما اجي انفيها بنفيها بدونت هاف، بنفيها بايه؟ بدونت هاف. والمفرد ده اما اجي انفيه بنفيه بدازنت هاف. doesn't. خدي بالك اديكي غلطتي من اول مره. doesn't have. يا ميس ازاي بقى انت مش قلت لنا ان هي وشي وات بتاخد هاز؟ لا ما دام doesn't موجوده، ما دام doesn't موجوده don't و doesn't بيجي بعدهم الانفينيتيف الفعل في المصدر. يعني سواء عندك مفرد او سواء عندك جمع هتاخد الاثنين هاف من طول ما don't دي ايه؟ موجوده. يبقى في النيجاتيف ستيتمنت في الجمل الخبريه المنفيه بنفي بدونت وبنفي بايه؟ بدازنت. دونت مع الايه؟ مع الجامعه. زي مع الجامعه دونت مع الجامعه زي ايه؟ اي اي طبعا ماشيه مع بتوع جامعه هنا. اي وي ويو وزي هنفيها بايه؟ بدونت هاف. طب السنجولر المفرد هي وشي وات هتتنفي بايه؟ بدونت هاف. تمام؟ طيب دي اول جزئيه في الافيرماتيف اللي هي الستيتمنتس الجمل المثبته، والنيجاتيف ستيتمنتس الجمل الايه؟ المنفيه. طيب هزود جزء كمان هنشرحه وبعد كده اجمع كل ده في جمل وامثله. تمام؟ لو هتكلم على في كلمتين هستخدمهم اللي هما سام واني. سام واني هستخدمهم دول مع ايه يا مس؟ الاول قبل اي حاجه لازم اعرف يعني ايه سام ويعني ايه اني. سام معناها بعض واني معناها اي. سم معناها بعض واني معناها اي. امتى استخدم سم وامتى استخدم اني؟ سم بستخدمها مع الجمل المثبته، يعني جمله ما تبقاش منفيه قدامي، مثبته يعني بستخدم فيها هاف وهاز. اما اني معناها اي بتيجي في النيجاتيف، بتيجي في النفي. تيجي نشوف كده. يلا عايزه اقول انا امتلك بعض النقود. انا امتلك، ها اقول ايه؟ اي هاف. طيب الجملة هنا مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. مثبتة يعني هستخدم some ولا any؟ some. يبقى I have some money. يعني أنا أمتلك بعض الإيه؟ النقود. النقود. طيب لو أنا عايزة أقول أنا لا أمتلك أي مثلا إيه؟ عايز ما عنديش أي دواء. ها؟ أقولها إزاي؟ عايزة جملة نيجاتيف في النفي. أقول I إيه؟ have. عايزة أنفي. don't have. I don't have. احط سم بقى؟ لا اني. اسمها اني. اسمها ايه؟ اني. I don't have any medicine. يعني انا لا امتلك اي ايه؟ نقود. لا medicine يعني ايه؟ دواء. medicine يعني ايه؟ دواء. يبقى دي جملة مثبتة، اما التانية دي جملة ايه؟ منفية. فالمثبتة قلنا ايه؟ I have. طب وفي النيجاتيف في النفي؟ I don't have. في الإثبات قلت إيه؟ I have. وفي النفي؟ I don't have. المثبتة استخدمت معاها إيه؟ some. اسمها some. some. إيه هنا متبقهاش؟ some. وفي الجملة المنفية بستخدم كلمة إيه؟ any. اسمها any يا جماعة. any any. some و any. some و any. تاني. عايز سريعا تاني كده. I we ده verb to have. verb to have. I, we, you, they بتاخد have. he, she, it وأي singular noun اسمه مفرد تاخد have. في الجملة المثبتة. طب تعال ننفي. I, we, you, they بنفيها don't have. he, she, it singular noun بنفيها doesn't have. doesn't have. بستخدم كلمتين معايا اللي هما some و any. some معناها بعض و any معناها أي. some بتيجي في الجملة الأفيرماتيف المثبتة ولا في النيجاتيف المنفية؟ المثبتة. طب و any بتيجي في الجملة المنفية؟ بنعمل عليهم مثال كمان؟ يلا مين يقول لي مثال؟ عارف يرفع ايده بس. عايزة مثال كده بس غير الضمير. اه يعني عايزة مثال بغير الضمير ده. قولي يعني. نستخدم مثلا شي. ماشي؟ عايزين واحدة في شي. شي شي
she ممكن انا مش she has some rice مثلا احنا عايزين كلمات من الدرس بس مش مشكله هي تمتلك دي اللي جت في الامتحان او she has some rice يعني هي بتمتلك بعض الايه الارز لا some لا ما جاتلكيش اني جاتلك some بس في بعض في الاثبات جمله ثانيه وعايزه جمله كمان يا جماعه بس جمله منفيه ها حد يقول لي جمله منفيه قولي يا سام ما بعرفش هتبقى مش لازم شيء في ها doesn't برافو عليكي doesn't جمله منفيه نفت يا جماعه هي نفتها بدون ينفع كده تقولي don't ليه عشان هي دي ايه مفرد يبقى شيء doesn't have ينفع هنا اقول has لا. يا مس ما هي واخد has بقى لا الكلام ده لو جمله ايه مثبته طول ما هي نيجاتيف اختارها الايه have he doesn't have برافو عليكي any انتوا مالكم على ايه على الرز ده ايه شامبو ميديسين ميك اب ميك اب ميك اب تمام يا جماعه انا بعمل قولوا حاجه يا ساجي يلا عايزه حاجه برضو اي سبجكت انت عاوزه اي فاعل ها دو اي فعل يا حبيبي ابداوا من هنا دو ايه انت تم سؤال انا مش عامل سؤال دلوقتي انا عايزه جمله مثبته ده هيقول سؤال ده ات حاجه ات ايه طب قولها الاول قبل ما اكتب ات ايه ات استنى واحده ات هاف ها 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 بعض الايه ايه كات ما ايه على الكات يعني طب انا اقول القطه بتمتلك ايه مثلا لبن مثلا بعض اللبن طيب ماشي صح قول ها انت بتخترع جمله يا ساجي قول ات ات هاز هاز سام 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 ملك الجملة دي هي انت مؤلفة من دماغك مش موجودة في الدرس اصلا بس صح تمام عرفتوا الجمل يا جماعة عرفتوا فيرب تو هاف يلا نحل عليها يلا يلا نكمل نحل بقى على اللي شرحناه قول يا سيف نمبر 1 سبيس هاف ميك اب سبيس هاف سام ميك اب نختار يو شي هي ات هو اللي على الدور هنختار ايه هاف مين اللي بياخد هاف يو هاف شي هاف هي هاف ات هاف مين اللي ياخد هاف يو برافو عليك يبقى اخترنا ايه يا جماعه يو نمبر 2 قولي يا هنا I don't have space sunscreen ها I don't have نختار ان سام اني ا يبقى نختار ايه اخسى عليكي I don't have don't ده نيجاتيف منفية هي some بتتقال في جملة المنفية لا امال ايه اللي بتتقال في جملة المنفية some ولا any مش قلنا any في النفي لكن some في الاثبات يبقى نختار ايه some ولا any any قول يا بسمله امان اسمها ايمان ايمان space any soap any حطي خط على كلمة اني مادام قال لي اني يبقى الجملة هت ايه؟ doesn't اه برافو عليكي doesn't have مش don't ليه عشان ايمان مفرد مش ايمان مفرد بنفيها ب doesn't لكن don't هنا بنفي مع الجمع بس فايمان بنفيها ب doesn't نمبر 4 قولي يا بسمة يا حنين قولي يا ساجي لو سمحت we space have any two space ها؟ دونت ليه حط الاول خط على اني اني هنا يبقى انا بدور على النفي يبقى بنفي بدونت او بايه بدازن طب انا بصيت لقيتها وي بنفيها بايه بدونت يبقى وي دونت هاف اني تمام كده يا جماعه يلا اللي تحت هنا جايب لي الصوره وبيقول لي ابدا بالسبجكت اللي هو هي هو معاه ايه برفيوم برفان وما معاهوش ايه ما معاهوش ميديسن اللي هو الايه الدواء فهنقول الجمله ازاي يا شاهد ركزي هي هاز ليه عشان هي دي ايه مفرد he has some perfume هو بيمتلك بعض البرفان he doesn't have any medicine وما معهوش اي ايه دواء اللي بعدها يلا كملي يا شهد الفاعل عندك هنا او السبجكت اللي عندك اللي هو مين زي ومعاه ايه هما معاهم ايه ميك اب مكتوب على الصوره
هما هيبقى معاهم ايه يا شهد؟ ميك اب. وما معاهمش ايه؟ سان. لا الكلمه اللي مكتوبه تحت سان ايه؟ سان سكرين اللي هو كريم واقي من اشعه الشمس. طيب هنقول زي ايه ميك اب؟ هنكتب ايه في النقط؟ زي ايه؟ زي ايه؟ ار ايه يا شهد؟ اقصى عليكي. ار ايه؟ ها زي ايه؟ هم يمتلكون اسمها زي ايه؟ هاف. انت نايمه ولا ايه؟ مش خدنا النهارده هم يمتلكون؟ عايزه اقول هم يمتلكون ميك اب مكياج. هنقول زي هاف ولا زي هاز؟ في جمله مثبته يبقى زي هاف. ركزي شويه. يبقى زي هاف ميك اب، زي دونت هاف اني سان سكرين. يبقى بنكتب هنا ايه؟ هاف. اكتبي يا سما. يلا يا مصطفى، هنا الفاعل عندك هتستخدم اللي هو مين؟ يو. وانت معاكي ايه؟ توس بيست. توس بيست يعني ايه؟ معجون السنان. وما معهاش ايه؟ ماني. ماني يعني ايه؟ نقود. يلا فبتقول لها ها اقرا الجمله الاولانيه. يو هاف سامي. يا حبيبي الايه ما بتتنطقش، اسمها سام. سام توث بيست. اه يو هاف سام توث بيست. بتقول لها انت معاكي مع بعض من معجون الاسنان. الجمله الثانيه طبعا هننفيها. هقول يو ايه؟ يو دونت. يو دونت ايه؟ يو دونت ايه الاول؟ دونت ايه الاول؟ بص على السبوره كده، احنا قلنا دونت ايه؟ دونت هاف ودازنت هاف. دونت هاف ودازنت هاف. هنقول يو ايه؟ يو دونت هاف. دونت. يبقى نكتب في النقط ايه؟ دونت هاف. يا سامع اكتب كلمة دونت على النقط وتكمل تحت كلمة هاف. اللي بعدها قولي يا بسمة. الفاعل عندك هنا ايه؟ ها شي. وعايز تقول لها عايز تقول هي معاها ايه؟ هي معاها صوب. صوب يعني ايه؟ صابون. وما معهاش ايه؟ شامبو. يلا نقول ها ايه الجملة الأولانية عادي. ركزي يا حبيبتي. صم 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 ولا صم ولا صمي، اسمها صم. شي هاز صم صوب. يعني ايه شي هاز صم صوب؟ يعني هي تمتلك بعض الصابون. صابون. هي تمتلك صابون. ها شي. الجمله الثانيه هنخليها في الايه؟ في النفي. نفي النيجاتيف. يلا انفي. شي دازنت اني. شي دازنت ايه الاول؟ اني تمام. بس شي دازنت ايه؟ دازنت هاف. يبقى بنكتب ايه على النقط؟ دازنت هاف. وفي كلمه كمان اللي هي ايه في النفي؟ اللي هي اني. اني. يبقى نكتب على النقط ثلاث كلمات اللي هم ايه يا جماعه؟ دازنت هاف اني. دازنت هاف اني. يلا اللي بعدها. We have some. طبعا الصورة مكتوب عليها ايه؟ الصورة مكتوب عليها sun screen اللي هو كريم ايه؟ من اشعة الشمس. We don't have any perfume. احنا بيقول لنا احنا معانا ايه بقى؟ كريم الواقي. احنا ما معناش اي برفان. هنقول ايه بقى يا هنا؟ We have some sunscreen. يبقى نكتب على النقط sunscreen. مش مشكلة. يلا يا سيف نمبر 6. يو بتقول لها يو امتي. عايز يقول لها انت معاكي ميديسن دواء وما معاكيش ايه؟ ميك اب. فهيقول لها يو ها انت معاكي. يبقى يو يو ها يو صح؟ سام. يو هاف سام ميديسن. برافو عليكي. يبقى نكتب ايه يا جماعه؟ هاف سام ميديسن. هاف سام. طول ما الجمله مثبته سام، ما دام فيها نفي اني. جمله مثبته سام، النفي اني. تمام. هاف سام ميديسن. مسي اخر جمله. مسي انا قولي يا ساكي. ربنا يستر يا ساكي. ها
السبجكت عندك اللي هو مين؟ اي. وانا انا بيقول تقول انا معايا ايه؟ انا معايا شامبو وما معيش ما معيش صابون. فهتقول اي اي دونت. اي الاولانيه اقراها الاول. ايه الجمله الاولانيه اللي محلوله؟ تمام. الثانيه هتبقى نيجاتيف. اي دونت. اي دونت. شاطر. اي دونت ايه بقى؟ اي دونت اي دونت هاف. لا فين هاف الاول؟ اي دونت هاف اني. برافو عليك.